بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي النحالين. إذا فيديو اليوم خاص ب 30 جانفي 2022، قدم فيه معايير نشاط الخلية، معناه نشاط الخلية من الداخل دون الفتح. إذا كما أنتم تلاحظون الشغالات تجلب غبار طلع والرحيق بكثرة كذلك، وجود المرعى في الخارج يتوفر على غبار طلع ولا الرحيق. إذا وأنتم تلاحظون كذلك معايير توسع والتبييض للملكة دون الفتح عن الخلية من الداخل، كذلك تبين لنا معايير السلامة والخلو من الأمراض كأمراض النوزيما أو كالعدوى بالفاروة أو كبعض الأمراض الأخرى التي تصيب النحل، والحمد لله. إن ما شاء الله الخلية في نشاط، وأنتم تلاحظون لأن الشغالات تجلب غبار طلع من كل أنواع أو من كل ألوان، معناه وجود مرعى مختلف أو متعدد الأزهار. إذا لاحظوا معي هذا دليل على النشاط داخل الخلية، والدليل كذلك على تبييض الملكة والتوسع الداخل الحضانة. إذا أنتم تلاحظون معي النحل يقوم بعملية الفرفرة أو عملية الرفرفة، وهذا لإنقاص نسبة الرطوبة داخل الخلية كذلك، مع وجود جو مناسب، درجة حرارة فصلية ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية، انعدام الرياح وتيارات الهواء البارد، مما يساعد على نشاط الشغالات. إذا لاحظ معي